السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا لاباس بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله نقدم لكم دجاج معمر بكبيده وشعريه صينيه، مهم وكروفيت وهذه. المهم كنتمنى الوصفه اليوم تعجبكم، ما تنساونيش من لايك ودعموا القناه باش يوصلكم الجديد. وخليكم على المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله الجداد اللي انا عمرو بهم جداد. كنحتاجو جداد هسه غنعملو اليوم ان شاء الله العشاء الضياف ديالنا. كنحتاجو 2 كيلو من البصل طقطقناه كما كتشوفو باش نشحرو في الزويته، المهم هانتوما معايا. واحتاجنا 1 كيلو ديال الفلفل الاخضر، ونص كيلو ديال الفلفل الاحمر، ونص كيلو الفلفل الاصفر. وهنايا 3 ديال الباكيات ديال الشعريه الصينيه كبارين فئات كبيره. وكنحتاجو 4 تبارك الله كميه كبيره، ونص كيلو ديال الكبده، والزيتون مقطع، وزيت الزيتون، وزيت المائده. كنحتاجو الكمون والابزار والملحه والخرقوم، لاسكينجبير، وضمص ديال الحوت. وانا ما موجودشي عندنا كروفيت، موجود عندنا غير الكميه القليله. وقشور ديالها قليناه في الزيت، والزيت ديالها هو اللي غنشرملوه به. غنحتاجو الهريسه، غنحتاجو التوم بكميه كبيره، غنحتاجو شويه ديال الخرقوم، غنحتاجو الصحتار، غنحتاجو موطارد وكيتشوب، وغادي نحتاجو السمن. وبقاو معايا ندوزو نعدلو الشعريه صينيه، نعملو لها الماء ديالها وهادي. وبقاو معايا. اول حاجه نحتاجو ان شاء الله شي اناء هيدا كبير باش نعدلو الشعريه الصينيه ديالنا. كنعملو الماء فيه الصحتر والورق ديال الراند. كنحتاجو 6 ديال الحبات ديال ضمه ديال الحوت. دابا ان شاء الله غتشارك معكم ما ديال لوسي، غتعمل معكم هذه وانا كنصورها. دابا اول حاجه غتعمل الصفايه باش هادشي ما يهودشي. ودابا تفزق ديك كنور معانا باش كيدوب مزيان. دابا من بعد ما يدوب، من بعد ما دابس كيما كتشوفوا كنور، داب كنور غتخويه كامل على ديك الشعريه الصينيه باش كتعطي النكهه ديال الحوت. كل ما كان عندكم كروبيت بزاف كيزيد يعطي مذاق مزيون. دابا كيما كتشوفوا بقاو معايا هي كتعدل هذا الشعريه. كيما كتشوفوا دابا ان شاء الله ندوزو باش نشرملو الجداد ديالنا. كيما كتشوفوا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو الجداد. دابا عاد تبدا تعمل هي، عاد تعمل حيتاش كنعملو مع بعضيتنا اليوم حلقه خاصه. كتعمل ملاح حيتاش حنايا شيخنا ملاح في الجداد، في وسط الملاح والليمون وسكينجبير. دابا عملت كميه د الملاح اللي كافياها، وعاد تعمل سكينجبير حيتاش حنا عندنا 6 جدادات، عمل 2 مغارف 3 4. كيدي شويه سكينجبير حيتاش اصلا الجداد كيديو سكينجبير. دابا ان شاء الله عادي تعمل الكامون. الكامون ما كتديش بزاف، غير شي 2 مغرفات هيدا ولا هادي. غادي تعمل لي بزار 2 مغارف حتى هما. غادي تعمل اللب ديال الليمون، 2 ليمونات اللب ديالهم، كتزول لهم ديك القشيرات ديالهم. دابا غادي تحتاج الثوم، الثوم تبارك الله كميه كبيره، يعني انا عندنا 6 جدادات. كتحتاج شويه ديال الخرقوم، الخرقوم ما تكثرش بزاف حيت كيجيو بويط هاد الجداد. كتحتاج الصحتار. وانتم عينكم ساعه نكتب لكم مقادير ديال الجداده وحده اولا 2. كتحتاج السمن، السمن عاود على حسب الذوق ديالكم. غادي تحتاج هادو قشور دكامبا،
قليناهم في الزيت وطحناهم باش تجينا النكهه غلابه، حيت انا ما متوفرش عندي كروبيت بزاف، ودابا قلت زعما نقليوها باش تجينا نكهه غلابه. ايوا والناس اللي عندهم موجوده كروبيت ما حتاش ماتشي. دابا غتعمل هريسه، وسقط لي ديك فلفله خضراء سقط لي حاره، انا ما نكثرش الهريسه هنايا، ما نكثروها شي بزاف. وغادي نحتاجو الزيت اللي قلينا فيه ديك كروفيت، واحد الكميه الكافيه اللي نشرمو بها الدجاج ديالنا. وغادي نحتاجو زيت الزيتون، عاود الكميه الكافيه اللي خصنا، وما تكثروش الملح في هذا الدجاج، حيتاش ملي كيكونوا مطيبين في الفرن سبحان الله ما كيشربوا الملح، ما كيتملحوا بزاف، لهذا قلوا الملحه. نتوما كتعملوا نتوما كتقيسوا نتوما كتعملوا نتوما كتقيسوا حتى تجيكم. دابا كما كتشوفوا عملت زيت زيتون، هذه دابا تستخدم يده. وغضيف كيتشوب موطارد وكيتشوب حلوه، عاود الكميه الكافيه اللي غتحتاج. وغادي تعمل كيتشوب حلوه، دابا غتزيد كيتشوب حلوه كما قلت لكم، عاود كميه كافيه. المهم انا ان شاء الله نكتب لكم كلشي في صندوق الوصف باش يكون داكشي مضبوط. دابا ان شاء الله تزيد الماء، ضروري من الماء باش ديك العناصر يخفافوا شويه. عملت الكاس الاولاني، دابا الكاس الثاني كان صافي. دابا ان شاء الله غتدوز تخلط كلشي مزيان، عدوز باش تشرمط الجداده مزيان ديالنا، باش خليوها تشرب. من خليوها تشرب مزيان باش ندوزو نشحرو ديك الشيء ديال اللي غيتعمر. كما كتشوفوا غتبدا تشرمل، كتقبلو من الصدره باش كيدخل فيهم العطريه ديالهم كامله، باش كيجيو الجداد مشرملين مزيان. وهي كتشرمل وانتوما معايا. تزيد الزيت الثانيه، نفس اللي عملتنا اخرى الاولانيه، تزيد الثانيه وغنستمروا على هذا الشكل حتى نساليو الجداد ديالنا كامل، ونتلاقاو نتلاقاو ملي غنكونوا غنشحروا هاد. ان شاء الله من بعد ما سالينا الجداد غندوزو نشحروا هاد اش كيقولوا له الفلفل، ونشحروا البصل ونشحروا كل شيء. غادي نعملوا غير الزيت ومليحه ولقامه اخرى ان شاء الله نعملوها حتى نكونوا غنخلطوا كل شيء، العناصر اللي غنخلطوا بها اللي غنعمروا بها الدجاج. وبقوا معايا ان شاء الله. من بعد ما شحرنا كل شيء، شحرنا بصيله وعدلنا الشعريه كما كتشوفوا قطعناها، دابا ان شاء الله نضيفوا عليها هذيك 2 كيلو ديال البصل مشحره في الزويته وفي المليحه. صافي عملنا غير الزويته ومليحه، وغنضيفوا الربيع يعني قصبر ومعدنوس، كميه وفيره شويه ماشي يعني زكي ويدكم. الفلفل الاخضر وراه خرج لنا حار، حنايا ما نزيدوش الهريسه دابا راه حار. كما كتشوفوا في الاحمر والاصفر يعني بالكولوريس مزيان، هيدا باش كيعطيو الالوان وكيعطيو النكهات. دابا غتضيف زيتون مقطع، وهاد العطريه اختياريه، عاد زيد شويه شد الابزار اللي كتعجبو العطريه، اللي مكتعجبوش ما يزيدش حيت عملنا في ديك شيء اخر، ولكن الكيمون زدنا شويه ديال الكيمون وشويه ديال السكينجبير
وديك قمرون مقليه ومطحونه قشور ديالها ماشي هي كامله. دايما كنقول لكم كيتشوب هذه موطارد كيتخرفوا لي، كنعملوا كميه اللي كافيه لهاد الفشوه كامله. غنزيدو كيتشوب حلوه، نعاود الكميه الكافيه. دابا ان شاء الله نزيدو نخلطو كلشي هاد العناصر مع بعضها وبقاو معايا. خلطت مزيان، دابا ان شاء الله نضيفو لك كبده، نص كيلو كبده، وغادي نضيفو لما خلطتها شي معاها حيت شحال تعجل هذيك الكفته الكبده وقمرون. حنايا هذا اللي توفر عندنا في الدار ديالنا. دابا نتوما الا كانت عندكم كميه بزاف عملوا بزاف. دابا تخلط كلشي مع بعضيتو وندوزو نعمرو الدجاج. دابا ان شاء الله تبدا تعمر الجداد كما كتشوفوا، كتعمرها تعمرها مزيان. هاد الجداد تبارك الله كيجيو غزلان. دابا تبقى على هاد الشكل حتى تساليت الكميه اللي عندنا كامله، اربع دجاجات اللي باقين تكملوا ساعه بقاو معايا. المهم نسالي ونكون على الوان في الومنيوم، بقاو معايا. سالينا الجداد ديالنا كما كتشوفوا، شداتهم من هنايا وعملت لهم هاد العويدات هادو، عملت لهم كاملين باش تشداتهم باش ما يطرطقوش. دابا ان شاء الله دوز باش تعمل واحد لاصوص باش دهنا بيهم نوجهم باش مي جيت المهم كيجيو في الوجه. عندنا هنايا ربعه د الحبات ديال ضمه ديال كنور ديال الحوت، وعندنا قطيره ديال زيت الزيتون وموطارد وكيتشوب. دابا تبدا تحضر معكم، كتخوي شويه ديال زيت العود، عاود كميه الكافيه اللي عزتهم بهم سته ديال الدجاجات. قداش اللي بغى، اللي ما كيعجبوش يزيد العود زيت الزيتون يبدلو بشي حاجه اخرى يعني بالزيت المائده. وكتضيف عليه كيتشوب، دائما كنقول لك كيتشوب موطارد، وعاد تزيد عليه كيتشوب دابا تخلط كلشي تينسجموا مع بعضيتهم. وانا كما كتشوفوا حتى كتخلط، هي كتخلطها خلطه مزيان تترجع مساجمه من بعد ما سالت هاد لاصوص هادي كما كتشوفوا. دابا عاد دوزت الدجاجه، كنحتاجو متر ونصف ديال بابي الومنيوم، وكتوضع الدجاجه كما كتشوفوا فوق الومنيوم ديالنا. دابا عاد تدهنوا كامله بهذا الخليط اللي ذكرت معاكم، تدهنا كامله باش كتعطي هذيك النكهه ديالها. دابا تلويها متر ونص، كيجي هو هذاك في التلويه ديال الدجاجه كامله، كتجي ملويه من جميع الجوانب. شوف هو عرفنا بابي الومنيوم راه ماشي صحي، ولكن اللي بغى يعمل ديك بابي فيزي يعملو عاد يعمل هذا السلوفان. الله اكبر بابي الومنيوم. دابا كما كتشوفوا لواتها مزيان، يعني ما تبقى تطريف منا كيبان. دابا نوضعوها في الصينيه، في شي صينيه وندوزو اخرى. دابا كما كتشوفوا دجاجه اخرى، كتاخذ دجاجه اخرى كتعمل نفس العمليه اللي عملتنا اخرى كتعملها اخرى.
هذا فيديو عجيب الكواليس ديالو كلشي ديالو. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم ان شاء الله. كما كتشوفوا كدهنه كامله. عاودة تلويها كما شفتوا معايا، تلويها في نفس كما قلت لكم في الاول. اللي ما عندوش الالومنيوم يعمل ورق طاخ، ماشي اللي ما عندوش واخا يكون خصو ضروري الالومنيوم، تعمل ورق الطبخ وفوق منه تعمل الالومنيوم من فوق باش كتكون صحيه اكثر. انا عندي ولكن ما كافيش يعني نلوي هاد السجاجه كاملين، وانتوما يعني تكون غير جوج، غير جوج يعني كافيه يكون عندكم الكافي. هو دابا ان شاء الله غنستمروا على هاد العمليه كامله حتى تسالي الدجاجات اللي عندنا، ونتلاقاو معكم من نعملو في الصينيه. سالينا الدجاج ديالنا كما كتشوفوا لويناهم في بابي الومنيوم، سالينا الكميه كامله، عملنا جوج في هاد لاطا واربع في هاد لاطا جاوني. المهم مي غندخلو الفران غنعملو عافيه متوسطه، يعني اللي عنده فران ديال الغاز كيشعلو غير من تحت، وكيعمل شي مثلا بحال مقله الرغايف ولا شي حاجه، وكيعمل الصينيه عليها من فوق باش ما تحرقش، باش نعرفوها طابت. نخشو فيها هذا الا خرجت كتلصق هيدا، يعني كيلصق هذا عرفوها طيبه، خرجت يعني فزقه عرفوها باقي ماشي طيبه. وكيديو هادو كبارين، عندنا دجاج كبارين كيديو حتى 3 ساعات، واذا كانوا غير كوكلي كيديو 2 ساعات حتى 2 ساعات ونص. المهم نتوما كيطيبو نتوما كتقابلوهم من بعد ما يطيبو ان شاء الله ندوزو صح التقديم يكونوا غنقدموهم، نوريكم طريقه التقديم وبقاو معايا. ودابا ان شاء الله من بعد ما ساليتو نعملو له هذا كيتشوب. وغنزوقوهم بالليمون كما كتشوفوا. وعملنا الجبن اللي مربع قطعناه بواحد مريشم، دابا ان شاء الله نعملوه فوق هادو. وعملنا مرتديلا، وعملنا الزويتينه نعملوها فوق منها. مي غادي نسالي ان شاء الله ندوزو الشك النهائي، بقاو معايا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي كما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل. وديك الشعريه الصينيه وديك الخليط اللي عملنا داخل يمكننا نقدمه كسلطه كما كتشوفوا. كنتمنى الوصفه اليوم تعجبكم، وما تنساونيش من لايك ودعموا القناه باش يوصلكم الجديد، وشكرا على المشاهده.